اجى القصف الروسي للاسف دمروا الفرن والافران بالمنطقه كلها. الناس بلشت تنزح، صار حاجي ماسي جدا للخبز. رجعنا طلبوا من الإيهاء أن نبنيه في دعم للنازحين منطقة المخيمات، بنينا الفرن صلحناه من أول جديد، وانطلقنا كمان 11 شهر خبز مجاني كل يوم 6400 ربطة. حاليا الفرن واقف بسبب ما في نفاذ مادة الطحين والدعم واقف. نطلب من أهل الخير يدعمونا وما يقصروا معنا، جزاهم الله كل خير.